بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحوراني من الأردن، وإن شاء الله اليوم نستكمل دروس الذكاء الاصطناعي وتطبيقه على بايثون مع درس مهم جدا وخطير جدا اللي هو الـ RCNN والـ Fast RCNN والـ Faster RCNN والأخير اللي هي الماسك RCNN اللي هي بالعربي الشبكات العصبية الالتفافية السريعة والمقنعة. درس مهم، النتائج اللي راح نحصل عليها زي ما انتم شايفين بالصور هون، كيف تتعرف على اوبجكتس موجودين عن طريق انك تعمل يا اما بوكس عليه او تعمل حتى ماسك على نفس الاوبجكت نفسه بحيث يكون دقيق والنتائج ممتازه. الاجنده راح اول شيء نحكي على شيء اللي بري ريكويزيت لهذا السلايد، للسلايدز كلها، بنحكي انترو المقدمه على الموضوع، بنشوف الفرق بين الاوبجكت ريكوجنيشن والكلاس سيجمنتيشن الاوبجكت ديتكشن اند الاوبجكت سيجمنتيشن، بنشرح عنهم بنشوف بالضبط ايش الفرق بيناتهم. بعدين راح نتناول سي ان ان بشكل سريع لانه في برزنتيشن كامله على سي ان ان عملناها قبل فتره. بعدين بنحكي على ار سي ان ان، فاست ار سي ان ان، فاستر ار سي ان ان، والماسك ار سي ان ان. بعدين بنشوف الكومباريزن، بنشوف سمري على كل الار سي ان ان الجوريثمز. بعدين بنشوف مثال جدا رائع وممتاز على الماسك ار سي ان ان في البايثون، وهذا المثال راح يكون جدا برودكتيف، صغير المثال سهل لكن النتائج تبعته مبهره. يعني انا بنصح بصراحه يعني قبل ما تكملوا بالبرزنتيشن اللي بحب اللي عنده وقت يشوف الدرس اللي هو سي ان ان، درس رقم 45، لان شرحنا بالتفصيل عن السي ان ان وايش السي ان ان بالضبط وكيف العمليه الكونفوليوشنال وكيف بتصير اللايرز وكيف تشتغل كل لاير بداخل. ولكن اللي يعني ما عنده وقت او حاب يستمر لا باس، ممكن يستمر ويحصل على نتائج جيده جدا في هاي البرزنتيشن. طيب الان افرضوا عندي انا صوره، هاي الصوره مثلا فيها عباره عن مجموعه سيارات كثيره، او مثلا عندي هون مجموعه يعني حيوانات موجوده في هاي الصوره الاليفنتس، يا ترى ممكن اتعرف عليها هاي في الالجوريثمز تبعات الارتفيشال انتليجنس ولا لا؟ اوف كورس اي كان، زي ما انتم شايفين هنا انا عملت برنامج يعني اخذته من النت وطبقت على هاي الصورة، على هاي الصورة النتائج كانت جدا مبهرة بصراحة. الدقة في التعرف على السيارات كانت ممتازة، زي ما تشوفين بعطي بوكس على كل سيارة وبكتب هنا مش واضح بجزء الكتابة لكن بكتب انها عبارة عن كار وقديش البرسنتج سكور تبعت الكار هاي. وزي ما تشوفين حمل ماسك حتى على نفس السيارة بدقة كبيرة، يعني لاحظوا نفس السيارة حددها بدقة كبيرة. نفس الشيء هون على الـ الإليفنتس، زي ما تشوفين إما بتعمل مربعات عليها أو ممكن حتى تعمل ماسك بطريقة ممتازة جدا، وهذا اللي إحنا راح نشوفه في برنامج بسيط جدا في آخر هاي البرزنتيشن عن طريق نستعمل ألغوريثمز خاصة بالـ RCNN. نفس الشيء لو عندي صور زي هيك، لاحظوا إنه مثلا عندي هنا أشخاص ألبرت أينشتاين مع علماء موجودين في هاي الصورة، مجموعة علماء، فلاحظوا كيف قدر يتعرف على كل شخص في هاي الصورة بشكل unbelievable، وكتب انه كل واحد عبارة عن شخص person 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 وحط عليه مربع. حتى لو اختلفت القعدة او الجلسة تبعت الشخص هذا، لاحظوا كيف هذا حط عليه بالضبط، جاب على كيف هو حتى جالس، او هي مثلا هون على اينشتاين، او هون حاط اجر على اجر، وزي ما انتم شايفين هون. زائد الملاحظ انه حتى الاشخاص اللي بالخلف عمل عليهم very good actually يعني results من الماسك، هذا بسموه قناع، حطيت قناع على الصورة، فزي ما انتم شايفين حط على كل قناع على كل صورة وقدر يعمل prediction بشكل ممتاز جدا. حقيقة أنا يعني ذهلت من الأكيوريسي تبعت التعرف على الأشياء أو التعرف على من خلال الماسك RCNN. هون مثلا ثلاث أشخاص هون مثلا لابسين بشكل مختلف، زي ما انتم شايفين من ثلاث أشخاص وقدر يتعرف عليهم الثلاثة ويحط عليهم مثلاً person person person. هنا حتى لو عندي objects مختلفة، مثلاً في عنا person وعنا teddy bear، فالoutput هي حط على teddy bear وكتب عليه إنه teddy bear، بس مش مبين هنا بجوز لأنه الكاتب هنا بالأبيض فمش مبين، وحتى على الشخص حاط إنه person، فقدر يميز الأشياء من بعضها
فهي الصورة، وهذا اللي احنا بدنا نناقشه ونورجيكم مثال عليه بسيط جدا، مكون من 7 أسطر فقط، انك كيف تعمل اشي زي هيك. لان حتى ندخل في صلب الموضوع لازم نتعرف على اشي مهم جدا. يا ترى ايش الفرق بين الاوبجكت ريكوجنيشن، بين الكلاس سيجمنتيشن، الاوبجكت ديتكشن اند الاوبجكت سيجمنتيشن؟ لازم نعرف، عشان احنا الان اذا وصلنا لهي المرحله لازم نعرف بالضبط الفرق بين كل واحد وواحد. الان الاوبجكت ريكوجنيشن يعني بحكي لنا انه ايش موجود في الصوره، بس ما بحكي وين موجود او كم. يعني بقول لكم مثلا this image has squares and circles، بس اذا اتعرف على الاشياء الموجوده وقال لك ان هذول عباره عن مثلا circles وعباره عن squares، هذا بسموه التعرف على الكائن او التعرف على الشيء او الاشياء. يعني الكائن او الشيء هي نفس الكونسبت. ناس بتفضل تستعمل الكائن او ناس بتستعمل اللي هي الاوبجكت يعني او الشيء. فالتعرف على الاشياء او الاوبجكتس الكائنات، هذا هو الكونسبت بيهايند الاوبجكت ريكوجنيشن، الاوبجكت ريكوجنيشن. فموضوع واضح جدا. نيجي على الكلاس سيجمنتيشن اللي هي تجزئه الصنف. تجزئه الصنف يضيف الى ما هو موجود بالصوره موقع الكائنات بالصوره. يعني زي ما شفنا هو حدد لي موقع الكائنات، يعني كائن وكائن وكائن، فبحدد ايش الاشياء وبحدد كمان الكائنات تبعاتهم، وممكن انك ترسم عليهم زي ما انت شايف بالاخضر بالطريقه زي هيك. هذا بسموه تجزئه الصنف، الكلاس سيجمنتيشن. الاوبجكت ديتكشن اللي هو كشف الكائن او كشف الاشياء، هذا بفصل مربعات دقيقه بين الاشياء الموجوده. يعني هي بحط لي على السيركل بقول لي هاي عباره عن سيركل، السيركل الثاني بكتب عليها كمان سيركل بحط عليها مربع، والسكوير بحط عليها مربع بقول هاي عباره عن سكوير. فلاحظوا كيف صارت الدقه اكثر، وهون بفصل بين الاشياء. اخر شيء اللي هو اوبجكت سيجمنتيشن اللي هي تجزئه الشيء او تجزئه الكائن. بعطي لكل شيء حدود، بمعنى انه ببين بالضبط البكسلز المتعلقه فيه، مثلا السيركلز وينها، البكسلز كلها المتعلقه بالسيركل والسكويرز. فهي تعتبر ادق شيء موجود عندنا، وهذا الشيء كمان اللي هو راح نتعرف عليه كيف راح نوجده عندنا بالامثله اللي راح نتكلم عليها في نهايه البرزنتيشن. طبعا التعرف على الكائن الاوبجكت ريكوجنيشن اللي هو السي ان ان العاديه. الكشف الكائن الاوبجكت ديتكشن، هاي هي الار سي ان ان والفاست ار سي ان ان والفاستر ار سي ان ان. طبعا هون بس بفرق السرعه، لكن نفس الكونسبت، بس انه في تكنيكس معين بيستخدمه كل الجوريثم حتى يتعرف على كشف الكائن او الاشياء. وراح نتناول كل الجوريثم لوحده ونشرح بالتفصيل ايش كل الجوريثم بيسوي. اخر شيء الاوبجكت سيجمنتيشن اللي هي تجزئه الكائن او تجزئه الاشياء، هاي دقيقه جدا، وبعطي زي ماسك، بعطي قناع على الشيء، هذا بسمه ماسك ار سي ان ان. وراح احنا نعطي مثال على بنهايه البرزنتيشن على الار سي ان ان، ونحدد مربعات او نحدد يعني البكسلز نفسها الموجودين، بحيث يكون عندنا قناع مرسوم على الشيء اللي بدك تجد او تكتشفه من الصوره. في ناس طبعا بقول لك ايمج كلاسيفاير، ايمج كلاسيفاير وهو متعرف عليه انه بس بقول لك انه ايش الايمج، عباره عن كات او دوغ او شيء بس. لكن الاوبجكت ديتكشن او ديتكتر، هذا بتعرف على الاشياء وبعطي مربع على كل شيء موجود، و يعني بيتعرف على كل ما هو موجود في الصوره عن طريق انه بعطي مربعات وبحكي مثلا عباره عن كات او هذا عباره عن دوغ الى اخره. الان الالجوريثمز اللي احنا راح نستعملها في هاي البرزنتيشن، في عندنا عده الالجوريثمز. اول الالجوريثم اللي هو سي ان ان، الالجوريثم الثاني اللي هو ار سي ان ان نحكي عنه بالتفصيل ايش هو، الفاست ار سي ان ان بنحكي ايش ليش هو فاستر ذان ار، الفاستر ار ان سي ان ان ليش هو فاستر ذان الفاست ار سي ان ان، وبنحكي على الماسك ار سي ان ان. الان نحكي بشكل يعني سريع على سي ان ان، لانه في برزنتيشن كامل زي ما حكينا على سي ان ان. سي ان ان هي حقيقه كومباينيشن اوف تو ثينجز. اول شغله اللي هي النيورال نتوركس العاديه اللي فيها انبوت لايرز وفي هيدن لايرز وفي اوتبوت لاير، مع الكونفوليوشنال. الكونفوليوشنال زي ما انتم شايفين هنا، انه انا بعمل زوم ان على منطقه معينه وبنتقل من منطقه على منطقه على منطقه على منطقه زي ما انتم شايفين. هاي الالتفاف على كل المناطق بسموها الكونفوليوشنال. الكونفوليوشنال اللي هو الالتفافيه، اني انا بلف
على كل او التف على كل المناطق الموجوده عندي في ايمج معين وبطبق عليها فلترز. وزي ما حكينا بالبرزنتيشن او بالدرس سي ان ان انه يعني بكل سهوله ويعني تو سمرايز سي ان ان بكون عندي مثلا انا ايمج بدي اتعامل معاه بس يكون عندي convolutional layer، بعدين في عندي max pooling layers، بعدين في عندي الفيتشر مابس، وبعدين في عندي الفولي كونكتد لايرز، بعدين عندي البريدكشن اللي انا بدي اشتغل عليه هون. فهي اللايرز اللي انا بدي اشتغل عليها هون، وهي هيك راح تكون عندك الطريقه اللي انت راح تشتغل عليها بحيث انك تعمل بريدكشنز على الايمج نفسه. فهذا في طبعا درس كامل عن الموضوع، اللي بحب يشوف سي ان ان بتفاصيلها وانواعها والاكزامبلز عليها موجوده في درس ال 45 رقم 45 اللي هو سي ان ان. ننتقل الان الى اهم شيء اللي بدنا نشتغل عليه من اليوم اللي هو الار سي ان ان. الار سي ان ان هي ريجنال بيست كونفوليوشنال نيورال نتورك، يعني هي كونفوليوشنال نيورال نتورك لكن بتكون بيس على مناطق ريجن، منطقه معينه داخل صوره. فاحنا بنركز على موضوع الريجن، انه انا صوره وفيها ريجن او ريجنز، منطقه او مناطق معينه بدي استخرجها من هاي الصوره. في الار سي ان ان في عندي فكرتين. اول شيء طبعا الار هي ريجن، باختصار الار ريجن، والسي ان ان الكونفوليوشنال نيورال نتورك اللي احنا بنعرفها. الفكره بتتكون من خطوتين. الخطوه الاولى بستخدم شيء اسمه البحث الانتقائي او سيلكتيف سيرش. السيلكتيف سيرش هذا عباره عن الجوريثم، هذا هو بيختار وبيحدد مناطق معينة بالصور، بيعمل زي ترشيح فلترينج لعدد من المناطق وبحط عليها صناديق الإحاطة، يعني بحط عليها مربع أو ريكتانجل وبحيط الأوبجكت بشيء معين بسموها الباوندينج بوكس أوبجكت، صناديق الإحاطة أو مربعات الإحاطة أو مربعات التجميع زي ما بدك أنت تسميهم، بس أنا يعني عند ما ترجمت الموضوع قلت إنه صناديق الإحاطة اللي هي تحيط صندوق أو مربع بحيط في الأوبجكت، في الأوبجكت نفسه اللي بدي أكتشفه. وبركز على منطقة إيش اسمه منطقة الاهتمام، هاي very important اللي هو region of interest. region of interest يعني إيش أهم منطقة أنت بتركز عليها حتى تحاول توجد أوبجكت معين. بتعرف إنك عندك foreground و background، فبدك تحاول تكتشف الأوبجكت عن طريق إنك المناطق نفسها اللي بدك تحددها تحددها عن طريق الـ region of interest. بعد ما يعمل عمل هذا بقوم باستخراج الميزات من الصور من كل منطقة بشكل مستقل للتصنيف. حاط أنا underline تحت مستقل لأنه على كل منطقة بروح بزعمل CNN وبشتغل عليها زي ما راح نشوف بعد شوي. بشكل مختصر أنا عندي مثلا هنا صورة، هاي الصورة عن طريق selective search الالجوريثم بحدد المناطق، وكل منطقه بعمل convolution network، هي بعمل هون convolution network وبحدد ايش البوكس اللي بده ريكتانجل عليه او المنطقه اللي حاطه، وبعمل كاتيجوري عن طريق CVM support vector machine. فزي ما انتم شايفين هنا لكل منطقه عمل لي نفس الشيء، لكل منطقه عمل لي نفس الشيء واوجد لي انه البوكس عليها والCVM. فعندي هنا هي الريجنز والريجن اوف انترستس من البروبوزد من السلكتيف سيرش، بعمل رابنج للمناطق الموجوده عندي هون، بعدين بعمل فورورد ايتش ريجن ثرو كونفوليوشن نتورك بشكل مستقل، كل واحده بشكل مستقل، بعدين بعمل ابلاي للريجريسرز والكلاسيفاي ريجن. بعمل شغلتين، بحط بعمل بوكس وبعمل ايش الكاتيجوري اللي انا بشتغل عليها. هاي هي الار سي ان. هاي مثال مثلا كمان بكون هذا يكون واضح انه يتوضح اكثر. هاي عندي صوره، فبعمل بقسم المناطق زي ما انتم شايفين هون عن طريق السلكتيف سيرش، تقريبا بطلع 2K يعني 2000 ريجن لكل صوره، وبعدين باخذ لكل صوره وبدخل بالسي ان ان وبعمل بريدكشن للكلاس والبوكس. هاي احنا طبعا كل الجوريثم راح نعطي عليه مثال بالطريقه هاي، انه انا عندي مثلا هاي الصوره هاي فيها دوغ اند كات، فعمل عن طريق سيلكتيف سيرش بحدد انه انا هاي مثلا دوغ، وعن طريق سيلكتيف سيرش بعمل هاي عباره عن كات، بس هو ما عرف انه هاي كات ودوغ يات، هو حدد بس منطقه
سوى مناطق معينه بس اسمها ريجنز او ريجن اوف انترست، فهي ريجن اوف انترست وهي ريجن اوف انترست. بعدين بتدخل على سي ان ان، هاي الصوره بتدخل على سي ان ان وبتعمل كاتيجوري بريدكشن انه هذا دوغ اور كات. بعدين بعمل عليه راوندينج بوكس، بعمل عليه صندوق الاحاطه او مربع الاحاطه. نفس الشيء للمنطقه هاي، بروح بسوي سي ان ان ثانيه وبعمل كاتيجوري بريدكشن وبعمل باوندينج بوكس عليها. شو المشاكل بالار سي ان ان؟ المشاكل انها اول شغله بتطلب وقت كبير جدا للتدريب، وهي مشكله كبيره جدا خاصه اذا عندك صور كثيره. يعني اذا بدك انت تعمل سي ان ان على كل مقترح من 2000 يعني راح يطلع عندك يعني الوقت كبير جدا، عمليا لا يمكن تنفيذه. يعني ست براكتيكال سوليوشن لانه بيستغرق تقريبا 47 ثانيه لكل صوره. وخوارزميه البحث الانتقائي هي ثابته، يعني هي خوارزميات هاي السلكتيف سيرش هي خوارزميات ثابته، ما بتستطيع انت تسوي اشياء اثناء الخوارزميه نفسها، مثلا تشوف المنطقه الجيده من المنطقه السيئه والى اخره. فهي تسبب هاي المشاكل الموجوده عندي خلت يعني الباحثين والعلماء انهم يبحثوا على سوليوشنز فور ذس، والسوليوشن انهم تعمل زي ما راح اشوف بعد شويه اللي هي فاست ار سي ان ان. هاي الفاست ار سي ان ان اللي هي اسرع، احنا كانت المشكله اذا بالار سي ان ان العاديه انه كان وقتها كبير جدا وتطبيقيا لا يمكن تطبيقه بشكل براكتيكال. لان الفاست ار سي ان ان يتم تمرير كل صوره مره واحده فقط، كل صوره يتم تمريرها مره واحده، ما بسوي مالتي سي ان ان، عندي 1 سي ان ان على كل الصور. من خلال خرائط الميزات اللي هي فيتشر مابس، تستخدم هاي الفيتشر مابس للكشف عن الكائنات الموجوده في الصوره. فعندي انا فيتشر مابس، فالفيتشر مابس اللي موجوده عندي بتخليني اكشف على الكائنات. بعدين بستخدم نموذج ار سي ان ان واحد، واسرع بكثير من الار سي ان ان في كل وقت من التدريب والاختبار. طبعا ليش انه اسرع فاست؟ اسرع لانه لا يتعين عليك ارسال 2000 من المناطق المطرحه الى الشبكه العصبيه الالتفافيه هاي في كل مره. يعني بدل ما تودي 2000 صوره او تطلع 2000 سي ان ان عشان تسوي كل واحده لحالها، انت بتودي صوره واحده بعدين بتعمل فيتشر اكستراكشنز عن طريق الماب فيتشر مابس، بعدين بتعمل الار سي ان ان مره واحده. عشان هيك الفاست ار ان ان الار سي ان ان اسرع من الار سي ان ان. خلينا نشوف مثال. زي ما تشوفين هي عندي هنا صوره، الصوره هاي موجوده عندي، هاي الانبوت ايمج، بعمل 1 كونفوليوشن نتورك زي ما تشوفين هنا، فforward whole image through convolution network. عملت 1 convolution network. بعدين بعمل convolution اللي هي feature map of image، بطلع feature map ومن هنا بطلع regions of interest اللي هو بسموه ROI. ROIs هاي كلمة مشهورة أو مختصر مشهور جدا اللي هو regions of interest، بطلعها من خلال proposed methods الموجودين عندي. بعدين بعمل pooling، بس بعمل pooling لل ROI بسموها الـ ROI pooling، وبطلع الفولي كونكتد، الفولي كونكتد لايرز من هنا، ومن هون بطلع الراوندنج بوكس، وبطلع الـ soft max اللي هو الكلاسيفاير، انه هذا بقول لي عباره عن مثلا كات اور دوغ، واللينير بطلع البوكس ريجريسر الراوندنج بوكس اللي على البوكس اللي هو المربع المحيط في الشيء. فمن خلال هذا المثال قدرنا نتوصل انه عندي 1 convolution neural network بطبقها وبستخرج منها الفيتشر مابس والريجنز اوف انترست وبكمل شغلي. هاي هنا كمان توضيح اكثر، عندي مثلا صوره زي هيك بتدخل على هي على سي ان ان، من خلال السلكتيف سيرش بوجد الريجن اوف انترست وبعملها بولينج، بعدين بطلع على الدينس لاير واعمل كاتيجوري بريدكشن عشان اشوف انه دوك اور كات، وبعمل راوند بوكس على الصور. إذا بنشوف الفرق بالسرعة، الـ RCNN زي ما انتم شايفين هاي الـ RCNN تقريبا أخذت يعني 84 سكند، while الـ Fast RCNN طلعت 8.75. This is هاي one example. الإكزامبل الثاني including region proposed وهي excluding region proposed. فزي ما انتم شايفين هنا الـ RCNN قديش طلعت؟ تقريبا 49، والـ Fast RCNN طلعت تقريبا 2.3. ففرق كبير جدا بين 49 سكند وبين 2.3 سكند. طيب شو المشكله بالفاست ار سي ان ان؟ هي
يعني حقيقة يستخدم البحث الانتقائي نفسه كأسلوب اقتراح للعثور على مناطق الاهتمام اللي هي region of interest. إذا في عندنا مشكلة إنه بيستخدم البحث الانتقائي still على عشان يبحث على مناطق الاهتمام، وهي عبارة عن يعني عملية بطيئة وبتستغرق وقت لأنها كثير بدها processing، يعني تقريبا يستغرق الأمر حوالي ثانيتين لكل صورة لاكتشاف الكائنات. طبعا هو أفضل بكثير من القارنة مع RCN العادي، لكن عند استعمال يعني ايمجز كثيره ببطل حتى الفاست ار ان ان بصير عليه مشكله. فشوف اذا الفاستر ار ان سي ان ان، فشفنا المشاكل الفاست ار سي ان ان وقلنا انه في سيلكتيف سيرش في مشاكل وتول تيك تايم عشان يشتغل. نيجي على الفاستر ار سي ان ان. فاستر ار سي ان ان هذا نموذج شوي مختلف، انه بيستخدم شيء اسمه المناطق المقترحة اللي هي الـ RPN، شبكة المناطق المقترحة اللي هي Region Proposal Network، اللي هي RPN Regional أو Region Proposal Network اللي هي شبكة المناطق المقترحة. وهذا رح نحكي عنه شوي أسن منفصل فيه شوي صغيرة إنه شو معنى RPN. وبعد ما يعمل الـ RPN بيستخدم الفاستر RCNN مع الطبقة الالتفافية Shared layers وبطلع النتائج. طب ليش انه الفاستر ار سي ان ان اسرع من الفاست ار سي ان ان؟ السبب انه بيستخدم خوارزميه اللي هي البي ار ان حتى يوجد المناطق المقترحه، وبعدين يتم استخدام شبكه منفصله للتنبؤ مقترحات المنطقه، ثم يتم اعاده تشكيل المناطق المقترحه المتوقعه باستخدام طبقه التجميع region of interest، والتي يتم استخدامها بعد ذلك لتصنيف الصورة داخل المنطقة المقترحة والتنبؤ بقيم الإزاحة في المربعات المحيطة. هذا أسهل نشرحه في مثال ونشوف كيف إنه الفاستر سي إن إن بيشتغل. أول شيء البي آر إن اللي حكينا عنه قبل شوي، البي آر إن اللي هو Region Proposal Network، يستخدم هاي اللي هي شبكة الاقتراح المناطق. شبكة اقتراح المناطق البي آر إن بتستخدم الفاستر ار سي ان ان لتحديد اين البحث. اذا بدك يعني الفوكس تبعك بده يكون وين تبحث بالصوره، مش بتسوي بس راندوم فيري راندوم يعني ريجنز في الصوره نفسها، لا بيحدد لك انك وين بالضبط راح تبحث في الصوره هاي عشان تقلل من المتطلبات الحسابيه لعمليه الاستدلال الاجماليه على الصور الموجوده في الصوره او الاشياء الموجوده في الصوره. تقوم شبكة الـ RPN بفحص كل موقع بسرعة وكفاءة من أجل تقييم إذا كان هناك حاجة لمزيد من المعالجة في منطقة معينة. فإذا في عندك منطقة معينة وبتلاقي فيها عدة objects، فهو بعطيك أنه بصير يبحث أكثر ويركز على المنطقة حتى يستخرج objects أكثر أو مناطق أكثر من هاي الصورة. في شيء اسمه مربعات اللي Anchor Boxes مربعات، هي مجرد يعني مراجع للمربعات يتم تحديدها بحيث تكون لها نسب ومقاييس مختلفة من أجل استيعاب أنواع مختلفة من الكائنات. فهي عبارة عن references لreferences للboxes الموجودين في الصورة. وبعدين اللي بيقوم فيه الـ PRN إنه عن طريق إشي اسمه NMS اللي هو Non-Maximum Suppression بيقوم بإزالة نتائج المربعات المحيطة المتشابهة، يعني بيعمل يعني موفينج للريدندنت او المتكررة المتشابهة زي بعضها، بيقللها بحيث انه يحسن البيرفورمانس. بكل يعني سهولة تو سمرايز ذس الشيء اللي حكيناه، انه البي ار ان بيدخل اول شيء على كونفوليوشن لاير، بحدد الانشر الانكر بوكسز الموجودين عندي، ومن خلالها بطلع الكاتيجوري تبعت الاوبجكت والبوكس الباوندينج بوكس اللي عليه، وبدخل على ال NMS بيعمل انهانسمنت بحيث انه البوكسز المتشابهه بشيلهم. هذا عن طريق ال NMS اللي هو النون ماكسيمم سبريشن. هاي مثلا مثال انه كيف انا بسوي يعني الفلو تبع الفاستر ار سي ان ان. انه انا عندي صوره بيعمل كونفوليوشن لاير، وهنا through the feature maps بطلع إيش اسمه regional proposal network زي ما حكينا، اللي بطلع منها proposals للمناطق كلهم، بعدين بعمل ROI pooling، بعدين بطلع على classifier. هاي بكل سهولة إن كيف الفاستر RCNN بيختلف عن الفاست RCNN.
شيء كمان يعني to summarize الـ faster RCNN، في عندي صورة فيها مثلا dog and cat، في عندي هنا CNN through convolutional layer زي ما حكينا بيطلع regional proposal network، عن طريق الانكر بوكس بيطلع الكاتيجوري وبيطلع الباوندينج بوكس، وعن طريق الان ام اس بعمل انهانسز للبوكسز وبشيل البوكسز المتشابهه، بعدين بعمل ار او اي بولينج وبدخل على الدنس لاير العاديه وبعمل باوندينج بوكس بريدكشن وكاتيجوري بريدكشن. طبعا اذا بتشوفوا السرعه بين الار سي ان ان، لو كانت مثلا الار سي ان ان العاديه 49، الفاستر ار سي ان ان بتطلع 2.3، والفاستر ار سي ان ان بيطلع تقريبا 0.2. فشوفوا الفرق شاسع جدا بين الفاستر ار سي ان ان وبين الفاست ار سي ان ان وبين الار سي ان ان. اذا حكينا عن اربع اشياء، الان ضل عندنا الماسك ار سي ان ان. الماسك ار سي ان ان هو بيطبق نفس فكره الفاستر ار سي ان ان على مستوى البكسلز، على مستوى البكسل ليفلز في تجزئة الصورة عشان يعمل قناع، ثم استخدام فرع إضافي بالتوازي مع الفروع اللي بيشتغل فيها عشان التنبؤ، فبعمل Object Mask زي ما راح نشوف بالمثال القادم. بعدين يحسن طبقة تجميع الروي بحيث يمكن تعيين الروي بدقة أكبر في مناطق الصورة الأصلية، لأنه بيعمل على مستوى البكسلز، فهو بيحدد بالضبط الأوبجكت من خلال البكسلز وليس بس من خلال المربعات. هاي مثلا هنا توضيح لل RCNN زي بالضبط بيشتغل زي الفاستر RCNN، ما عدا ان بارلل لحد ما يخرج البوكسز والكاتيجوري بيطلع شيء اسمه convolution layers، وبيطلع منها بسموها الانستنس سيمنتيشن، بحيث انه يطلع الماسك بالضبط على الاوبجكت اتسلف، فبعمل زي يعني كلاس ما سيجمنتيشن على نفس البكسلز المتبعات الاوبجكت، بحيث انه ممكن يعمل هون عليهم ماسك زي ما شفتوا هون بالصورة. فهذا الاشي اللي راح نشوفه وراح نطبق عليه مثال بالبايثون بعد شوي. هي هذا سمري للماسك ماسك ار سي ان ان، سي ان ان العادية، بعدين بدخل على الريجنال بروبوزل نتورك زي ما شفنا بالفاستر ار سي ان ان، بعدين بعمل روي اونلاين، ومن بارلل بعمل شغلتين، بعمل دينس لاير وبطلع الكاتيجوري والبوكس، اند ان بارلل بطلع الفولي فولي كونفوليوشنال نتورك بحيث منها يطلع الماسك. فهاي ان بارلل وذ ذس وان حتى يطلع الماسك اللي عندي، فبطلع البوكسز بطلع الكاتيجوري وبطلع كمان الماسك للايمج نفسه. فلما يطلع الماسك بعين بصفة على الدوج كل البكسلز تبعون الدوجز يعني بكسل باي بكسل. نفس الشيء على الكات، اذا كان عندنا كات بالصوره نفسها بطلع على نفس الصوره وعلى نفس البكسلز بشكل دقيق ماسك قناع اللي هو قناع على الكات. ان عشان تسمرايز الموضوع بشكل يعني الاوفر اول، حكينا الار سي ان ان بيستعمل البحث الانتقائي اللي هو سيلكتيف سيرش، وكل صورة بتطلع برسلها على الشبكة العصبية الالتفافية بشكل مستقل، وبقوم بالتنفيذ وبطلع البوكس وبطلع الكاتيجوري ثرو الاس في امز. الفاست ار سي ان ان يتم تمرير كل صورة مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط، وليس كل صورة بوديها مرة مع بعض. يعني هنا الأولى الار سي ان ان طلع صور عديدة وطلع كل واحدة سي ان ان، هنا لا، هنا بودي الصورة مرة واحدة على السي ان ان، وبيستخرج الميزات الفيتشر مابس للكشف عن الكائنات. الفاستر ار سي ان ان ما بيستعمل السلكتيف سيرش، بيستعمل شيء اسمه بي ار ان لتفسير الميزات المستخرجة، وبيعمل من سي ان ان التعلم العميق ويقترح المناطق ويتم تحديد الكاتيجوريز والباوندري بوكسز على كل الاشياء. وايل الماسك ار سي ان ان هو امتداد للفاستر سي ان ان، بضيف نموذج مخرجات للتنبؤ بقناع لكل كائن تم اكتشافه. فهيك هاي بتكون ملخص للاربع الجوريثمز تبعات الار سي ان ان، فاست ار سي ان ان، فاستر ار سي ان ان، والماسك ار سي ان ان. حطيتهم كلهم مرة واحدة هنا عشان نشوف الميزاتهم، أنا شرحت كل واحدة بالتفصيل، لكن اللي بيحب يطلع على الكومبارزن بين الـ RCNN Fast RCNN Faster RCNN والماسك RCNN، هي السلايد بيوضح، وكمان السلايد القادم نفس الشيء، هي السلايد كمان بيوضح الفرق بين كل الـ algorithm وكيف بيختلف عن الـ algorithm الثاني اللي for your references اللي بيحب.
والآن ننتقل لبرنامج بسيط جدا جدا، وأنا حقيقة تفاجأت فيه، لأنه عاملين بري تريند موديل. البري تريند موديل هذا بيحتوي تقريبا على 81 اوبجكت، 81 كائن. مثلا بيحتوي على بعض الحيوانات، مثلا الزرافة، زي الحمار الوحشي، زي الدوغ والكات والهورس والشيب والى اخره، زائد اذر اوبجكتس كمان. فهاي البري تريند موديل اسمه ماسك RCNN COCO.H5. خليني الآن أشرح البرنامج وأشرح شو بيسوي بالضبط وأشرح شو اللي إحنا بنسوي من البرنامج. إحنا بنسوي برنامج إنه بندخل له هذا البرنامج صورة إليفنت ويعمل عليها ماسك بالضبط، أو مجموعة فيلة ويعمل على كل واحد ماسك بالضبط زي ما شايفين هون. فالبرنامج هيك بدي أسوي. فشو بدي أسوي؟ أول شيء بعمل بيب إنستول لكراس، طبعا لازم عندي كراس من إنستليشن، وبعمل انستليشن للMRCNN، بعملها بيب انستول MRCNN. فهيك عملت التو لايبلز. فمن هذول التو لايبلز عملت لود اللود ايمج، الايمج تو اري، ديسبلاي انستانس، كونفيج، والماسك RCNN. هذول عملتهم امبورتنج. بعدين هنا بكتب الكاتوري كلاس نيمز لكل الاشياء الموجوده عندي اللي هي اوردي معرفه، يعني فانت بتاخذها من الويب سايت هذا. حقيقه انا جبت هذا الاكزامبل من الويب سايت هذا لواحد اسمه جيسون. هذا جيسون يعني ممتاز جدا، شخص ممتاز جدا، دكتور، وله كثير امثله في المشين ليرنينج. يعني اقترح انكم تشوفوا معظم الاشياء اللي يشتغل عليه سواها، لانه حقيقه ابدع في الشرح اشياء كثير عن المشين ليرنينج والديب ليرنينج والان ال بي كذلك. فنرجع هنا، فاخذت الاكزامبل من هذا الويب سايت. هنا في هي الكاتيجوريز بدك تعرفها كلها طبعا، وهون عمل كونفيج، يعني عمل عندي النيم يساوي تيست، عمل الجي بي يو كاونت 1، الايمج بير جي بي يو 1، ونمكم في كلاسز اللي هم 81. البرنامج كله مكون من 7 سطور، 1 2 3 4 5 6 7، سبع سطور اشتغل فيهم حتى اعرف انه هاي الصوره ايش جواتها ويعمل لي ماسك لحاله. فاول شيء عمل RCNN يساوي ماسك RCNN، عمل المود انفرنس، عمل الدايركتوري والكرنت دايركتوري، وعمل الكونفيج يساوي تيست كونفيج اللي هو هاي الكلاس. هاي اول لاين. اللاين الثاني عمل لود للويتس. طبعا هذا بري تريند موديل، يعني هذا هم عاملينه تريننج وجاهز، فبدي استعمله اللي هو الماسك اندرسكور RCNN اندرسكور COCO.H5 باي نيم ترو. بقول له الايمج اللي بدي اشتغل عليه انا بكون منزله انا من الانترنت، او اي حطوا اي ايمج بدكم اياه انتم ثاني، يعني مش مشكله. قلت له مثلا Elephant 2 اللي هو هاي الصوره، فقلت له ايمج يساوي ايمج تو اري. بعدين قلت له الريزلت يساوي RCNN.detect، اكتشف الكوائن الموجوده في هذا الايمج، هي الايمج، والفيربس يساوي 0. بعدين قلت له ار يساوي الريزلت اوف 0. بعدين قلت له ديسبلاي، هنا الديسبلاي الانستانس اوف الايمج ار اوف ار او اي اس ماسكس الكلاس اي دي والكلاس سكور. فهذا بدي اياه يطبع لي اياهم كمان عشان اشوفهم كلهم. فالسبعه لاينز لما اعطيته هاي الصوره طلع لي عن طريق السبايدر تبع البايثون هاي الصورة. فلاحظوا شو سوالي، حط لي عليها هنا بوكس مقطع وعمل لي ماسك على نفس الايمج تبعت الاليفنت، وكتب لي هنا عبارة عن الاليفنت والسكور تبعه، بس بجوز مش مبين كثير هون لأنه الصورة صغرتها عشان تفت بالسلايد. ونفس الشيء دخلت عليه صورة ثانية وطلع لي هاي الصورة اللي هي الثلاث فيلة الموجودين. حتى لو عندكم انتو different objects من هون بنفس الصوره بطلع لكم اياها. فلاحظوا قد ما هي يعني الامور سهله هون، انه عندك انت بري تريند موديل ممكن تستعمله حتى تكشف الاشياء الموجودين في الصوره وتعمل حتى ماسكس عليهم بالطريقه هاي. فهذا هو المثال وهي الويب سايت الموجود عليه. طبعا لاحظوا انه الماسك RCNN.co.co لازم يكون منزلينه على الكرنت وركينج دايركتوري من هاي اللوكيشن تبعه. هاي اللوكيشن تبعه موجود هون، وموجود حتى اللوكيشن في نفس الارتكل هون، بس انا راح احط لكم كل اللوكيشنز هذول على الديسكربشن. فهيك اعطيت انا مثال انه عمل لي ماسك على الاوبجكت نفسه اللي انا بدي اكتشفه. طبعا لو حاطين هنا انتم صور ثانيه مثلا على بايسيكل او كار او ايربلين او يعني اشياء مشتركه من هون راح يطلع لك اياهم بالطريقه هاي. لان هون مثلا عملت كمان تجربه على السيارات وطلع لي فعلا هاي كل السيارات. عملت كومباينيشن من عده يعني انيمالز وحطيتهم في صوره واحده وطلع لي اياهم كلهم.
طلع عليهم زي ما انتم شايفين، اتعرف عليهم مثلا قال لي هاي دوك، هاي مثلا هذا هورس بنسبه 0.999، كات بنسبه 996. فلاحظوا كيف قد ما هو دقيق وقد ما هو يعني الريزلتس ممتاز جدا. اخر يعني برنامج بدنا نشوف كيف نرسم مربع على الاوبجكت. بدي ادخل مثلا رسم يعني صوره لفيل، وبدي اياه بس يرسم لي مربع، ما بدي اياه يسوي لي ماسك، فانا شو بستعمل؟ نفس الشيء استخدمت كراس بروسيسنج ويعني السب موديولز، وطلعت منها اللود ايمج والايمج تو اري، بعدين الام ار سي ان ان طلعت منها كونفيج، الماسك ار سي ان ان، المات بلوت اللي بدي ارسم عشان ارسم عليه مربع، طلعت الباي بلوت، وطلعت هنا ريكتانجل عشان ارسم ريكتانجل على المات بلوت لايبرري. حتى ارسم بوكس، في عندي فانكشن لازم اعرفه. الفانكشن اسمه مثلا درو ايمج وذ بوكس، بقول له الفايل نيم والبيكسلكس، اذا في عندي مثلا اكثر من بوكس بمر عليهم برسم مره واحده. فداتا يساوي باي بلوت دوت ايمج ريد الايمج، بقول له باي بلوت دوت ايمج شو، بقول له اي اكس دوت يساوي باي بلوت دوت جي سي اي، بقول له اسا على كل بوكس موجود عندي بالليست هون ارسم لي البوكس، بقول له اكس واي اكس واي واكس 2 واي 2 يساوي البوكس، الويت والهايت اللي هي اكس 2 ناقص اكس 1 والهايت اللي هو واي 2 ناقص واي 1، وبرسم الريكتانجل، بقول الريكتانجل يساوي ريكتانجل، بحدده طبعا هون بحدده تحديد اول شيء بعدين برسمه تحت او بضيفه، بقول له ريكتانجل يساوي ريكتانجل اكس واي والويد والويد والهايت والفيل يساوي فولس والكلار يساوي ريد، وبضيف الريكتانجل بقول له اي اكس هي الاكس اللي موجوده عندي اشتغلت عليها انا هيها، اد دوت باتش الريكتانجل اللي انا رسمته، وبقول له ايمج دوت شو، هون بتطلع لي هذا كل الايمج، فبرسم لي البوكس على ايمج معين، هي البوكس. الاشياء الثانيه تقريبا نفس المثال اللي قبل شوي، فهي كلاس تيست كونفيج اللي فيها هاي الايتمز، وفي عندي هنا فيو لاينز. اول لاين اللي هو الماسك، بطلع الماسك ار سي ان ان زي ما شفنا قبل شوي، عملت لود للويتس اللي هو لازم اكون عامله داونلود وحاطه عندي على الكرنت فولدر، وعملت هنا اسم الايمج والايمج تو اري، وطلعت قلت له الريزلتس يساوي الار سي ان ان دوت ديتكت هذا الايمج، وقلت له هون درو ايمج وذ بوكس على الاليفنت والريزلت اوف زيرو اوف ار او اي اس. فهنا بودي لي برسم لي الايمج وبودي لي كل البوكسز اللي عليه، هاي بترجع لي كل البوكسز الموجوده اذا كان عندي اكثر من بوكس. مثلا هنا وديت له صوره في اكثر من بوكس، هاي صوره ثانيه صوره ثالثه، فحدد لي اياهم كلهم بالطريقه هاي، وشوفوا الاكيورسي تبع هذا الالجوريثم اللي هو الام ار سي ان ان. يعني هنا طلع لي بالضبط على الفيل، هنا حد رسم لي مربع، هنا عندي 2 elephants، هنا 3 elephants، هنا كمان 3 elephants، حدد لي عليهم بالطريقه هاي. او ممكن انت تحط اي صوره هون، طبعا بدك تغير الصوره بتغير الصوره هون، وتغير اسم الصوره هون بتغير اسم الصوره كذلك هون حتى يشتغل معك. فممكن تطلع من النت اي صور لاشخاص لفيله لاي كاتيجوري زي شفناها قبل شويه من 81 اوبجكت، وتجربوا عليها وتشتغلوا عليها. هذا هو حقيقه الار سي ان ان، الفاست ار سي ان ان، الفاستر ار سي ان ان والماسك ار سي ان ان. الموضوع سهل جدا. طبعا في ناس ممكن بده يسال سؤال انه انا بدي ادرب ماي اون اوبجكتس جديده، اوبجكتس جديده، بدك تروح على الار سي ان ان وتشوف الالجوريثم وتشوف كيف تعمل تشغله على اكثر من اوبجكت. في عندك كلاس هناك موجود، فبتضيف بالكلاسز كل الاوبجكتس الجديده اللي بدك تدرب عليها، وبدك اي ثينك بالجيت هاب موجود اكزامبلز على الموضوع، يو كان داونلود ات، يو كان انت ترين يور اون اوبجكتس على على هذا الالجوريثم او على الماسك او على الفاستا وتشتغل عليهم. ارجو انكم استفدتوا من هذا الـ يعني الـ الـ الدرس. درس اعتقد انه كان جيد، معلومات جدا ممتازه، زائد انه اهم شيء انه طبقنا الجوريثم سهل جدا وبسيط على بري تريد موديل، واكتشفنا الاوبجكت الموجودين بالصوره بشكريسي كان عالي جدا ودقيق، وحقيقه يعني الريزلتس ممتازه جدا اذا تستعملوا هذا الالجوريثم. وشكرا جزيلا.